بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة وسلاما وبركة دائمة بدوامك، باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك. اللهم أصلح أحوالنا، واشرح صدورنا، وفرج كروبنا وهمومنا وسائر كروب وهموم المسلمين، واقض حوائجنا وحوائجهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نفوض أمرنا وأمر المسلمين إليك، تدبر الأمر، تفصل الآيات، بيدك ملكوت كل شيء، تجير ولا يجار عليك. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أخرجنا من ظلمات أنفسنا ومن شهواتنا ومن كل ما يحول بيننا وبينك، حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآتي سيدنا محمد الوسيلة، واجعل في المصطفين محبته، وفي العالين درجته، وفي المقربين داره. اللهم أعلي فوق بناء الناس بناءه، اللهم أته سؤله يوم القيامة، وأقر عينه في قبره بأمته يا رب العالمين، بعلو همتهم، وباتحاد كلمتهم، وبنصرتهم على من عاداهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الخوف. والخوف من الله واجب من الواجبات، كما أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي، وأمرك أن تؤتي الزكاة، وأمرك بالإيمان وتفاصيله، أمرك أن تخافه، وقال يا عبادي فاتقون، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمرك بالخوف كما أمرك بإقامة الصلاة. فالخوف عبادة لابد منها لكل مسلم، ولا يسلم منها حتى الأنبياء. جميع الأنبياء والأولياء حتى الملائكة المقربون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف، والخوف من أي شيء أن تفر منه، والخوف من الله أن تفر إليه. قال الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وطمعا هنا بمعنى رجاء. يدعون ربهم خوفا، هو ده محض الاستدلال في هذا الباب، ولكن طمعا. الطمع مذموم، مش الطمع مذموم؟ لكن ليه ربك سبحانه وتعالى ما قالش رجاء واختار طمعا، بالرغم ان لفظ الطمع مذموم شرعا وعقلا وعرفا؟ حتى اما تيجي تشتم واحد كفايه تقول عليه طماع، يقوم يشتم، يتعبر نفسه انه الشتم خلاص. ليه ربك سبحانه وتعالى قال طمعا؟ ملمح يعني عجيب كده، انا نفسي قعدت افكر فيه. لكن انت تعرف الطمع معناه ايه؟ الطمع انك انت تريد الحصول على شيء دون الاخذ باسبابه، يبقى ده طمع. عايز تحصل على شيء بدون ما تبقى مستحقه، فيبقى كده ذم بقى مذموم اهو، انك انت عايز تاخد حاجه ما تستحقهاش ولم تاخذ باسبابها، تبقى دي بقى طمع بقى، بواخ، شره، سميها زي ما تسميها. لكن ليه ربك قال لك طمعا؟
لأن ربنا يريد أن يبين أن حتى الأسباب التي تأخذها للوصول إلى الله فهي لا تعد منك، بل هي منه توفيقا. فكأنه يقول لك أن هي محض كرم من الله، يعني حتى ولو أخذت بالأسباب فهو محض كرم، فأخذك بالأسباب للوصول إلى الله ما هي إلا بتوفيقه أصلا، فكأنك لم تفعل شيئا ولكن هو الذي أكرمك، فكأنك طماع بقى، وربك لكرمه لا يذم الطمع فيه، لكرمه. فيريد ألا يلفتك إلى الأسباب اعتقادا أنها نافعة بذاتها، ولا يريد أن يلفتك إلى جهدك الموصل، بل يريد أن يلفتك إلى محض فضله، أنك لن تدخل الجنة إلا برحمته وبمحض فضله. حتى الأسباب التي تأخذ بها وصولا إليه ما هي إلا بتوفيقه، وما هي إلا بقوته وقدرته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده قال لك في طمع وانت مش واخد بالك، لكن طمعا معنى رجاء، يعني في التفسير يقول لك طمعا أي رجاء وخلاص تتحل المشكلة، لكن أكيد العدول عن لفظ للفظ ليه معنى. وكمان ممكن يبين لك كمان أن ما أعده الله لك ثوابا فوق ما أخذته من أسباب، فإذا ما قرن بأسبابك ثواب الله لا يقارن، فكأنك ما خدتش بحاجة. يبين لك برضو أن عظم أجر الله سبحانه وتعالى. تصلي على النبي مرة يصلي عليك 10، تذكره يذكرك. الله، شوف أنت عبد إيه ولا حاجة، عدم. لما تذكره يقوم القديم يذكرك. إيه ذكره بالنسبة لذكرك؟ فإذا ما قرن العدم بالباقي يفضل عدم، يبقى كأنك ما عملتش حاجة. وعلشان كده كل ده يدي لك الإيحاءات من لفظ طمعا، بس من مجرد طمعا. لكن لو قال لك رجاء ما كانش هيديك المعنى ده، لأن الرجاء هو الأخذ بأسباب ما تريد الحصول عليه. أنت عايز تنجح يبقى تذاكر، يبقى اسمك عندك رجاء، بتذاكر يبقى عندك رجاء بالنجاح. إنما واحد ما بيروحش كلية ولا دخل امتحان ولا حتى سجل اسمه في الكلية يقول لك أنا عايز أخد الشهادة، يقول له ده طمع بقى. إزاي؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد عبدوس الحيري العدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلوية الدقاق قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا عامر بن أبي الفرات قال حدثنا المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع. وده تمثيل للمحال العادي. في حاجة اسمها محال عادي، وفي حاجة بقى محال عقلي. واللي حضر تفسير سيدنا الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث حصل عندهم خلط في كلام الشيخ، وهو لم يقصد هذا المعنى اللي هو فهموه بعد ما اختلط عليه. هو تكلم بيقول ايه؟ يقول ان ما يلقش تقول ان قدرة الله سبحانه وتعالى غير متعلقة بالمستحيل، لان هذا فيه تقييد للقدرة، وعليك أن تقول أن قدرة الله صالحة لكل شيء إذا تعلقت بها الإرادة. فإذا تعلقت إرادة الله بأمر ما يبقاش مستحيل، فهو في نطاق قدرته. كويس؟ الكلام ده صحيح لما يتكلم على المستحيل العادي، المستحيل العادي، لأن في حاجة اسمها مستحيل عقلي ومستحيل عادي. المستحيل العقلي ده مش في ذهن العوام، ما يفهموش اصلا. اما تقعد في وسط ناس عوام ما يفهمش، ما يعرفش احكام العقل، الوجوب العقلي والممكن والمستحيل. هو عنده مثلا ان اي حاجه صعبه اسمها مستحيل، مش كده برضو؟ فلما تيجي تقول ان قدره الله مش متعلقه بالمستحيل، يفهم منها الانسان العادي ان قدره الله مقيده، فما يلقش. ادي معنى كلام الشيخ محمد. فلما تيجي تكلم الإنسان العادي تقول له لا، ربنا على كل شيء قدير، لو تعلقت قدرته بأي أمر
وتعلقت إرادته بهذا ففي وسع قدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كن فيكون. اللبن بعد ما يخرج من الضرع ربنا مش قادر يدخله تاني؟ خلاص مش محال عقلي، لكنه هو محال عادي. فهمت ازاي؟ زي حتى يلج الجمل في سم الخياط، محال عادي، محال عادي، لكن ممكن ربك يسخط لك الجمل ويخليه قد خرم الإبرة، أو يكبر لك خرم الإبرة ويخليها أوسع من الجمل ويعدي، مش كده برضو؟ ممكن عقلا، يعني العقل يستوعب مثل هذا. لكن أما يجي نقول إن المحال العقلي ما لا يقبل الثبوت لذاته كوجود شريك مع الباري، واخد بالك؟ يبقى ده محال عقلي لا يستحيل الوجود أصلا، لا يقبل، زي اجتماع النقيدين، واخد بالك ازاي؟ النقيدين تبقى موجود ومش موجود في وقت واحد، في لحظة واحدة، في مكان واحد، العقل يقبل هذا؟ يقولوا عليه مجنون. ادي معنى المحال العقلي اللي هو قدرة الله لا تعمل فيه، لانها لو عملت فيه هو غير قابل للثبوت لذاته، فكيف تعمل في شيء غير قابل للثبوت بذاته بحكم الله اصلا؟ يعني هو حكم ذلك اصلا سبحانه وتعالى، واحكام الله لا تتبدل، لا يبدل القول لديه. فعلشان كده ما يجي يقول لك وهل الله قادر على ان يفني ذاته، تقول لي لا، تقول ده محال عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمحال العقلي، لان لابد للوجود من موجد. فهمت ازاي؟ فقدرة الله لا تتعلق بهذا الامر. الموضوع ده يفهمه طلاب العلم اللي قاعدين بيدرسوا، فاهم المحال العقلي. لكن لما تيجي تقول لواحد ان قدرة الله غير متعلقة بالمستحيل، وهو فاهم ان المستحيل ده اننا ننقل الجبل من هنا نحطه هنا، ده ممكن عقل، صح؟ يبقى قدرة الله قادر ان ينقل. اذا اردت ان اطبق عليهم الاخشبين لاطبقت، مش قال له كده؟ يجعل له الجبل في ايده ذهب وفي ايد غيره تراب، ممكن عقلي، قدرة الله قادر عليه، وان كانت هي محال عادي. واخد بالك؟ علشان بس ايه تفهم، اما تفهم الشيخ اما بيتكلم ما تعترضش على الشيخ. لان انا لقيت بعض الطلبه اللي حضروا الدرس في يوم الخميس في التفسير اعترضوا على الشيخ محمد ابراهيم، وهو لم يقصد هذا المعنى، انه هو بيتكلم على المحال العقلي، ده بيتكلم على المحال العادي. واخد بالك؟ ودي نقطه هامه جدا، انك انت ازاي تحسن الظن بالشيخ اولا، ثانيا ازاي تعرف تستمع القول فتتبع احسنه ثانيا. انما ما بتحضر على المشايخ وانت صلب كده او عايز تنقد بس، ربنا بينزع النور من الكلام اللي بيتقال، نسأل الله السلام. لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع. شفت؟ خد بالك، يعني هل ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحكاية دي بمحال عادي مش بمحال عقل؟ يعني لو ربك أراد يدخل أهل النار الجنة يدخل، صح ولا لا؟ لأنها ممكن عقلي، مش كده برضو؟ يبقى النبي ما ربطهاش بمحال عقلي، ربطها بمحال عادي. ليه؟ حتى تكون القدرة والإرادة ما زالت فاعلة. خد بالك كلام النبي دقيق صلى الله عليه وسلم، كلام مش ده كلام النبي، لأن النبي ما يعني لما تقول عليه عالم تبقى أسأت الأدب، اما تقول عليه عارف بالله تبقى اسأت الادب، اما تقول عليه حكيم تبقى اسأت الادب. دي نبوه ورساله، يعني منتهى ما يصل اليه الاولياء هي بدايه الانبياء، ومنتهى ما يصل اليه الانبياء هي بدايه الرسل، ومنتهى ما يصل اليه الرسل هي بدايه اولي العزم، ومنتهى ما يصل اليه اولي العزم هي بدايه نبيك. شوف، النبي ابتدى من حيث انتهى كل الخلق وفي كل لحظة يترقى. فيبقى تفهم ان كلام نبيك ده حاجة تانية. لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع. وهنا برضو لا يدخل النار، يعني لا يدخل النار مطلقا؟ طب ما ياما ناس تبكي من خشية الله، مرة كده تاخده الجلالة كده ويبكي من خشية الله، وبعد كده يأكل الميراث، يقتل نفس، يزني، يعمل أي حاجة. يعني
طب ازاي بقى تجتمع والرسول صلى الله عليه وسلم او يعق ابوه او امه ويقول لك لا يدخل الجنه عاق، فازاي بقى لا يدخل النار وهو بكى مره من خشيه الله وبعد كده راح عق ابوه وامه ومات على كده؟ نعمل ايه؟ تعارض. التعارض لازم نعمل في التعارض ده حل، لان في ادله بتقابلك قدامك فيها في ظاهرها تعارض، ولكن لابد انك انت تفهم ان كلام النبي لا تعارض فيه. فيبقى البني ادم اللي زي الصفه دي ينطبق عليه برضو الحديث ده، بس ينطبق عليه الحديث بمعنى لا يدخل النار دخول الخالدين. يبقى هو بينفي الخلود في النار لمن قدم إساءة لكن بكى من خشية الله. فهمت؟ زي مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. افرض طول الليل بيبكي من خشية الله والصبح قاعد بيأذف جاره، مش ممكن تحصل الحكاية دي؟ تحصل كتير. تيجي تكلمه على سيدنا رسول الله يسمع آية بتاعت لقى عينيه رغرغت وهو آذي جيرانه كله، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هو لا يدخل النار والتاني يقول لا يدخل الجنة. يعني انطبق عليه حديث لا يدخل الجنة وحديث لا يدخل النار، هيقعد في الشارع ده؟ فلازم يكون فيه نوع من انك انت تفهم الاحاديث دي حتى لا تضرب كلام النبي ببعض. يبقى لما ينفي بينفي الدخول النار مطلقا للي بكى من خشية الله ولم تتعلق بذمته حقوق العباد، يبقى ده ما يدخلش النار اصلا، لان ربنا هيغفر له حقوقه علشان بكى من خشيته، لكن مش هيغفر له حقوق العباد. فهمت ازاي؟ وعلشان كده تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بامته رؤوف رحيم، وبالرغم من كده كان اما يسال على واحد عليه دين ومات وما سددش دينه في الاول، يعني مرت المساله بمرحلتين، فما كانش يقوم يصلي عليه، لكن يخلوهم هم يصلوا عليه. طب ليه؟ لانه لو صلى عليه استشفع فيه فربنا يغفر له كل حاجه، والرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يخلي الناس تعتمد على ان الرسول هيصلي عليه يوم يوم ياكل حقوق بعضه. فهمت المعنى؟ ما هو لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر له واكل كل حقوق العباد ما ربنا هيقبله، يقوم الناس تطمع. فهمت المساله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضاش يصلي عليه ويخلي غيره يصلي عليه، ما هو لانه ما كفرش هيصلي عليه وهيكفنوه ويدفنوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يطمع الناس يتهاونوا في حقوق بعضهم البعض، لانه لما هيقول اللهم اغفر له ربنا هيغفر له الحق اللي بينه وبين ربه، وهيغفر له بدعوه النبي الحق اللي بينه وبين العباد، يبقى كل بقى هيتنطع في حقوق العباد في عصر النبي، عشان ده النبي هيغفر له بقى، هيدعي له ربنا يغفر له ببركه دعوه النبي. فهمت المعنى؟ فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الناس تحترم حقوق بعضها البعض، إنما اللي بينه وبين ربه دي ما هتنزل منك ربنا يغفر لك كل اللي بينك وبينه، لكن حاجة متعلقة بالعباد دي مشكلة تانية. يبقى لا يدخل النار من بكى من خشية الله ما لم تتعلق به حقوق العباد، فإن تعلقت يبقى الحديث عامل فيه برضه، ولكن بعد سابقة حساب أو عتاب أو عقاب، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يبقى كده تمشي الايه الاحاديث كلها تبقى عاملة في وقت واحد. والله اعلم. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد ابدا. يتقال في نفس الكلام برضه، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبدا، في أنفي عبد. طالما شم غبار المعركة في سبيل الله يبقى خلاص مش هيشم دخان جهنم أبدا إن شاء الله. ومنخري يعني لو فتحت الميم تكسر الخاء، ولو كسرت الميم تفتح الخاء، زي منكب ومنكب، تفتح تكسر تكسر تفتح. حدثنا، وده طبعا فيها بشارة لكل من خشي الله سبحانه وتعالى، وهنا البكاء هنا ثمرة الخشية في سبيل الله. حدثنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن الحسن بن الشرفي
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والعلم هنا، طب ما احنا بنعرف اللي قاله لنا النبي واحنا مصدقين النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف ان في جهنم وفي حساب وفي ميزان وان في رقيب وعتيد وان المسألة مش سهلة وان الصراط ضحد مزلة وعلى متن جهنم، ونعرف الحكايات كلها اللي قالها النبي، لكن انت تعلم لكن ما لكن مش مشاهد المسألة، ليس الخبر كالعيان، لكن النبي يعلم مع المعاينة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما أعلم، أي معاينة لا مجرد الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، لا ده معاينة بقى. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قلت الخوف معنى متعلقه في المستقبل. تملي الخوف خايف من حاجة هتيجي، يبقى حاجة متعلقة بالمستقبل، مش كويس كده؟ لكن الحاجة اللي فاتت حزن وتأسف لكن ما اسمهاش خوف. الخوف تملي من حاجة في المستقبل. أنا شفت أسد طالع خايف لحسن يأكلني في المستقبل أو مجري، خدت بالك إزاي؟ يبقى تملي الخوف متعلق بالمستقبل. معنى متعلقه في المستقبل لأنه إنما يخاف أن يحل به مكروه أو يفوته محبوب في المستقبل يعني، ولا يكون هذا إلا لشيء يحصل في المستقبل، فأما ما يكون في الحال موجودا فالخوف لا يتعلق به، إنما الحزن والأسف والحاجات دي. والخوف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. يبقى في خوف عقاب، خايف من عقاب الله عز وجل، وده اللي هو يستوي فيه كل المسلمين، لازم الكل يخاف من عقاب الله. لكن أحيانا الإنسان بيرتقي شوية، يقوم حتى لو ما فيش عقاب لله في جلال لله، الواحد يستحي من جلاله، يقوم يبتدي يخاف حتى لجلاله. طب ما هو العشرة المبشرين بالجنة يعني عصوا ربنا بعد ما النبي قال لهم، قال للأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هل عصوا ربنا بعد كده؟ ما عصوش إجلالا لله، ما هم مصدقين النبي خلاص إن هم من أهل الجنة، لكن مع هذا كان إجلال الله عندهم أورثهم الهيبة اللي هي حالة أعلى من الخوف كمان. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى جعل مفاتيح الجنة بيده وقال له اشفع تشفع وسل تعطى، بالرغم من كده كان يقول انا اخشاكم لله صلى الله عليه وآله وسلم. والخوف من الله تعالى هو ان يخاف ان يعاقبه الله تعالى اما في الدنيا واما في الآخرة. وعقاب الله في الدنيا للأولياء، لما يعصوا في الدنيا ربك يديهم على طول على دماغه عشان ينبههم لأنهم أهل خصوص، ما يليقش بيك تعمل كده، يوم يديله أول بول، لدرجة أن بعضهم يقول إني أعرف حالي مع الله من خلق دبتي، يعني تبص تلاقي الدنيا تتغير أول ما هو يغير حاله مع الله. واحد تاني ماشي على حل شعره وتلاقي الدنيا ماشية معاه تمام، ولا حاجة مبوزاله أبدا، كله بيضحك له، ده يبقى مغرور مسكين، ده مستدرج، ده ربنا أجل له عقابه للآخرة، فده تخاف، ده يخاف أكتر. لكن علشان كده بيقول إيه؟ أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما في الدنيا، ده للأولياء وأهل الخصوص وأهل إيه؟ وأهل الرتب العالية. وإما في الآخرة، ده لمين؟ لنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وإذا أخذه لا يفلته. يبقى أجل له كل حاجة للآخرة. يقول لك فرعون عاش عمره كله ما جالوش حتى صداع، لم يصيبه حتى مغصة، لم يتألم بألم، يعني ايه ده؟ فما جرالوش حاجة، ما توجعش خالص، حاجة غريبة دي. وبعدين في الآخر اتفرج على فرعون بقى، ربنا ينجيه.
لكن شوف سيدنا ايوب النبي جرى له ايه، شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كانت ايه، وكان يقول اني اوعك كما يوعك رجلين منكم، وتصيبه الحمى صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته، ويدخل حلقات المغفر في خده الشريف، ويدمى كعبه صلى الله عليه وسلم، وتدمى اصبعه الشريفه، ويجوع ويربط الحجر على بطنه. كل ده وهو افضل خلق الله واكمل خلق الله. وشوف سيدنا يونس لما خالف ربه مره واحده راح بلع الحوت وعمل فيه القصه المعروفه. فيبقى المعاجله بالعقاب ده لاهل الخصوص في الدنيا عشان يردهم لمقامهم العالي. وقد فرض الله سبحانه على العباد ان يخافوه، فقال تعالى: وخافوني ان كنتم مؤمنين، وقال: فإياي فارهبون، ومدح المؤمنين بالخوف فقال: يخافون ربهم من فوقهم، مؤمنين الملائكة، لأن الآية نازلة في الملائكة، لأن الملائكة مؤمنين طبعا، ولا في منهم كفار؟ الملائكة كلهم مؤمنين، الجن هو اللي في منهم كافر ومنهم مؤمن، لكن الملائكة كل مؤمن ومنهم رسل ومؤمنين طائعين لا يعرفون المعصية أصلا بالحفظ والعصمة، ولكنهم مكلفون بدليل يفعلون ما يؤمرون، فهم مكلفون لأن الأمر لا يكون إلا بالتكليف، وهم عقلاء ولا يوصفوا بالذكورة ولا بالأنوثة، فمن وصفهم بالذكورة فسق، ومن وصفهم بالأنوثة كفر، لأن الكفار وجعلوا الذين الملائكة الذين هم عند الرحمن إناث، الذين هم عند الرحمن قراءة نافع، وقراءة الكوفيين الذين هم عباد الرحمن إناث، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فيبقى الكفار وصفوا الملائكة بالأنوثة فكفروا. طب افرض الواحد قالك لا ده الملائكة دول كلهم ذكور من باب ان هو عايز يعلي قدرهم، يبقى فاسق، فاسق بس لانه خالف الاجماع، فالاجماع ان الملائكه لا توصف بالذكوره ولا بالانوثه، وانهم معصومون مكلفون وعقلاء. عقلاء يعني يدركوا، عندهم ادراك، وفي منهم الرسل، وربنا سبحانه وتعالى وصفهم في الايه، في سوره فاطر، في اول فاطر: جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء، مخلوقين من نور، مخلوقين من نور، قادرين على التشكل بالأشكال الشريفة فقط، يعني ممكن يتشكل بالشكل الشريف فقط لو جاء، لكن ما يتشكلش بأشكال غير شريفة، ومن نور ضوء، يعني انت لا تدركه بعينك لان انت ما بتشوفش في النور الا ما بين الاحمر والبنفسجي اللي هو ايه، اللي هو الوان الطيف، بين الاحمر والبنفسجي هو اللي بتشوف الاطوال الموجيه دي، هي دي اللي تشوفها من النور، لكن اللي فوق البنفسجي ما تشوفوش، واللي تحت الاحمر ما تشوفوش، والاطوال اللي تحت الاحمر نور مع حراره، واللي فوق البنفسجي نور بس من غير حراره، لطيف، ومنها الاثير، الاثير الموجات الاثيريه دي، اللي يقول لك الاثير ده عباره عن موجات كهرومغناطيسيه ضوء برضه، بس انت ما بتدركوش ولا في حرارة فيه. وربنا ألهمني، وأنا ما بلزمش حد بإلهامي ده، إن الملائكة مخلوقة بما فوق البنفسجية، لأنها نور بلا حرارة ولا يرى، وما تحت الحمراء نور بحرارة خلق منه الجن. ده مجرد عندي تفسير علمي عندي أنا، ولا ألزم به أحد، ده مجرد يعني خاطر من خلال دراستنا للنور وخواص النور، وان الملائكة نور، وان الجن نار، والنور والنار مشتبهان ومختلفان، فالنور تشبه النار انها مضيئة، ولكن النار مضيئة زائد حرارة، وتجد انت في نقطة ما تحت الحمراء تلاقيها نور مع حرارة، وما فوق البنفسجي نور بس من غير حرارة، والاثنين منطقتين غير مرئيتين لينا، والجن والملائكة غير مرئيين لينا،
يبقى ده مخلوق من جهة وده مخلوق من جهة. وعشان كده مش مستبعد ان يبقى ابليس يصل لمصف الملائكة، لانه مشتبه معاهم نسبيا في الخلقة، ان هم نور وده نور برضه، بس ده نور مع حرارة والتانيين نور من غير حرارة. فغير مستبعد ان هو يتحمل ان يمكث حيث تمكث الملائكة، لان الخلقة متقاربة، والله اعلم. ومنها كمان ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والحرارة بتخترق الجلد وتخترق الاجسام الصلبة، يعني حتى لو ولعت حاجة ورا الحيطة دي تلاقيها اخترقتها، وتعرف تلاقيها سخنة يبقى اخترقتها. وفي اطوال موجية من الانوار بتختلق ايضا الاجسام الصلبة. الاشعة اللي بتعملها لما واحد يبقى عنده كسر في عظمه يعملوا له اشعة، بتخترق كل العضلات والجلد وكله، وتروح مصورة العظمة. وما اخترقت وهي بتصور ما قلتش انت اي ولا حاجة، ولا اتوجعت ولا احتجت تاخد بنج، مع انها اخترقت جلدك واخترقت هذا كله. فيبقى الاشعة اللي بتخترق دي، ده ما يمنعش ان فعلا في حاجة اسمها خاطر ملكي، يجي الملك يجري كده ويبقى في خاطرك. وما يمنعش الخاطر الشيطاني ان يجي الشيطان جوه ابن ادم ويجري منه مجرى الدم، يقوم تنتفخ اوداجه وعروقه لما يغضب ويحمر. وحتى الانسان العادي يقول له انت كده سخنتني، مش كده برضو؟ لانه نفسه حس انه سخن. يا اخي انا كنت قاعد كويس، جيت سخنتني، يعني اغضبتني. سخنه ازاي؟ خلى الشيطان يدخل في دمه يجري، والدم غري في عروقه، واخد بالك؟ وحصل له الشغلانة دي. وعشان كده الرسول يقول الغضب علاجه، من ضمن علاجه الوضوء، والوضوء مية تطفئ النار. يعني الحكاية كلها والله اعلم. اتفضل. ما هم بيروا اطوال موجيه مختلفه عننا. الانسان مش ممكن يتوصل بالرؤيه دي؟ ممكن بالات. في كاميرات. بس ممكن ما تشوفوش على هيئه جسمانيته، لكن على هيئه موجيته دون تركيبيته، لان التركيبه غير الموجيه. يعني الانسان نفسه هو مش كتله جسمانيه، هو محسوسه لكن حواليه هالة موجية أيضا، بيصوروا الهالة دي. فممكن ربنا يجعل الإنسان يستطيع في مرحلة من المراحل أنه يصور الموجات التي لا يراها. وده حصل بيقولوا كمان. ومن الغضبان للفرحان للتعبان للعيان، تختلف في كل لحظة. فصوروا، في كاميرات بتصور الأطوال اللي فوق بنفسجية، وفي كاميرات بتصور الأطوال الحمراء، في كاميرات، وفي أشعات احنا بنطلبها للمرضى اسمها بليتزموجرافي، بنطلب لهم جهاز اسمه بليتزموجرافي، ده بيصور الموجات تحت الحمراء. بعد ما يوجهها في الجسم تقوم الموجات تحت الحمراء تخترق الجسم، تسخنه، تجري في الدم. يوم ما يجي يلقط الصورة يشوف الدم وهو بيمشي جوه الشرايين، يقوم يكتشف الاماكن اللي فيها دم زياده، يقوم يبقى هنا ورم، او هنا التهاب، او هنا خراج، او هنا حاجه غير طبيعيه، او هنا انسداد. واخد بالك؟ كل ده تم بالفعل، واجهزه موجوده ومستعمله، فكل ده موجود، ايه المانع يعني؟ واصبحوا الوقت برضو في اصوات، زي ما قلنا في الضوء فيه، في الصوت، الصوت برضو فيه مساحه لا تسمعها ومساحه تسمعها. المساحة التي لا تسمعها هي اللي بتسمعها، اللي بيسمعوها في القبور، يسمعها الكلاب في القبور، بيسمعوا أهل القبور بيتعذبوا ويصوتوا ويصرخوا، تلاقي الكلاب ما تقدرش تمشي جنب القبور دي، تجري وإحنا ماشيين عادي مش سامعين حاجة. ليه؟ لأن بيتكلموا بموجات صوتية مختلفة عن اللي إحنا بنسمعها. وبالفعل عملوا بعض الأجهزة اللي بتسجل الذبذبات الصوتية دي، لقوا إن في أصوات طالعة من القبور بالفعل، غير الحته اللي ما فيهاش قبور. يعني لقوا ان الجهاز يطلع اشارات ان في اصوات طالعه من المنطقه دي، فيطلع ان فيها ناس مقبورين، ويحطوها في حته تانية ما يلاقوش اصوات طالعه، ما يلاقوش فيها قبور. فعلموا ان في اصوات بتطلع من القبور، لكن احنا غير قادرين على سماعها.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فده ما يمنعش. والعجيب أن ديننا بالرغم هذا أن كل الحاجات الإشارات اللي اتقالت في ديننا دي مهما تقدم العلم ما تجدش ما يعارضها من ديننا. وده دليل أن الدين ده دين متين وجاء بحق من رسول بحق من الإله الذي خلق السماوات والأرض. فدي برضو علامة ربنا بيديها لأهل كل عصر عشان يكتشفوا معجزات لنبينا كانت غائبة، لأن احنا غاب عنا معجزة إعجاز القرآن اللغوي لضعفنا في اللغة. يعني الناس الوقت تقعد تسمع القرآن عادي مش حاسين بالإعجاز اللغوي. كان زمان أيام الإعجاز اللغوي وما بيشعروا بيه، واحد يسمع الآية يسجد لإعجازها اللغوي بس بدون ما يبص لمعناها، وكانوا يسلموا علشان مجرد شعوره بالإعجاز اللغوي. لكن الوقت هذه العقلية اختفت، مش موجود هذه العقلية اللي تدرك الإعجاز اللغوي في القرآن. فأصبح الوقت فيه إعجاز تاني من صور تانية. فربك بيدي لك من القرآن إعجاز صور مختلفة تناسب كل عصر، بحيث كل عصر يعلم إن ده كلام الله. والله أعلم. وعشان هنا بيقول إيه؟ ومدح المؤمنين أي من الملائكة بالخوف، فقال يخافون ربهم من فوقهم، بالرغم ان هم ما عصوش ابدا يعني برضو بيخافوه، واخد بالك؟ وبعدين من فوقهم، الوهابية يعملوا لنا عليها مشكلة، يجيب لك بقى فوقية بالمعنى المحسوس والشغلانة بتاعتهم دي. لكن المفروض ان بالمعنى المحسوس ده معناه فيه تحيز، واحنا قلنا ان الله خارج عن الاكوان، خارج عن التحيز، فلابد ان نفهمها بمعنى ما فيهاش التحيز ولا الجهات ولا الاماكن، لان الجهات والاماكن والازمنه مخلوقه، والله كان قبل خلق مثل هذه الاشياء. فازاي انا ادرك ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفه مخلوقه فيه لا تقوم فيه الحوادث سبحانه وتعالى؟ فيبقى لازم من فوقهم دي كلها معنى بقى، يا اما اسيبها واعديها زي ما عداها من قبلنا مع علمهم ان هي فوقيه مكانه لا مكان وخلاص وتسكت، او ممكن تقول من فوقهم اي قهره اي جلاله اي عظمته، وممكن تقول من فوقهم بمعنى الحقيقي اي عذابه من فوقهم، شايفين عذاب ربنا من فوقه. فهمت ازاي؟ يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن ان تخلي الذات هي اللي فوقهم لازم كده زي ما بيعملوا فينا الوهابية، مش عارف انا ليه بيعملوا فينا كده، ما يلقش يعملوا في ربهم كده، لان ليس كمثله شيء. احنا قلنا الاقوال العشرة قلناها اللي هي الموجودات هي المتحيز والعرض، والمتحيز الاعراض لها تسع صفات، والمتحيز اللي هو الجسم او الجوهر ليه صفة واحدة وهي التحيز. والله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، خلاص يبقى مش متحيز، يبقى فوقهم دي لا تعني التحيز، سهلة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول الخوف على مراتب، الخوف والخشية والهيبة. الإيمان ثمرته الخوف، والعلم ثمرته الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والهيبة اللي هي المعرفة اللي بتتحقق بالشهود بقى والمعاينة. فالخوف من شرط الإيمان وقضيته أي ومقتضاه يعني أي ولوازمه يعني. قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، يبقى مقتضى الإيمان الخوف. والخشية من شرط العلم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى الخشية خوف بعلم. لكن الخوف خوف بإيمان، وليس كل مؤمن عالم. كل الناس مؤمنة، لكن هل كل واحد يعرف يدلل على دلائل إيمانه؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل إن الله موجود؟ وإيه الدليل على صفات الله؟ إيه الدليل على إن الأنبياء موجودين؟ وإيه الدليل على الواجب فيهم عقلا؟ وإيه الدليل على وجود الملائكة؟ وإيه الدليل على ما يعرفش يدلل وهو مؤمن؟ يبقى مش عالم، لكنه بيخاف ربه، خلاص كويس، لكنه ما يعرفش يدلل، يقع في شبهة مشكلة، لكنه لو مات على إيمانه من غير شبهة ناجي.
لكن العالم يعرف يدلل، يعرف ينفي الشبه، فتلاقيه ما عندوش حجة بقى انه ما يخافش، فيرتقي خوفه الى درجة تانية يسموها الخشية بقى. ليه؟ لانه خلاص بقى ما عندوش حجة بقى. انما يخشى الله من عباده العلماء، اي العلماء بالله، العلماء بالله. يعني ما تجيبليش مثلا تقول لي اينشتاين يخشى ايه، هو يعرف حاجة؟ ده اللي بيقول شيء احمر هنا في المسلمين يعرف اكتر من اينشتاين، لانه بيقول قل هو الله احد الله الصمد، بيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، عارف ان في بعث وقيامه ونشور، انت عارف حاجات ما يعرفهاش اينشتاين فعلا، عارف حاجات ما يعرفهاش اينشتاين فعلا، وعارف حقائق. اينشتاين نفسه اللي قال نظريه النسبيه طلع اخطا فيها، طلع اخطا فيها، والدكتور مشرفه المصري هو اللي صححها له، ومعروفة الحقائق دي على مستوى العلم كله. فيعني ما تقوليش بقى العلماء هم اينشتاين وغيره، لا، العلماء بالله هم دول اللي يخشوا الله. والهيبة من شرط المعرفة، قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يبقى الهيبة اللي هو يخاف جلال الله مباشرة، مش يخاف شيء زائد مخلوق، خاف من النار مخلوقة، واخد بالك؟ يخاف من أي حاجة سوى الله مخلوقة، لا، التاني يخاف من الله مباشرة. يحذركم الله نفسه، يبقى الكلام هنا موجه ليه؟ للأولياء وللأنبياء وللمقربين، لكن التانية النار، ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، دي لكل بقى الناس، لكن في ناس تانيين والله لو لم يخلق نار يخشوا ربهم برضه، هذه المعنى. فدول ليهم آية حظهم ويحذركم الله نفسه. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت محمد بن علي الحيري يقول سمعت محفوظا يقول سمعت أبا حفص يقول الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. جميل، صوت، عارف الكرباج؟ كأن ربنا بيسوق بالخوف ده الناس البعيدين عن باب الله، أي عن طاعته، المبتعدين عن الله بمعاصيهم وشهواتهم، يقوم يسوقهم. عارف انت اللي بيرعى غنم ومعاه صوت كده عشان كل ما الغنم تبعد عن الطريق اللي فيه المرعى الخصب، وإلا هتهلك نفسها، هتجري تشرب منه تروح الصحراء لا فيها مية ولا عشب، تجري فيها تتوه تموت، يقوم معاه كرباج قاعد يضربهم بيه عشان يفضلوا ماشيين في الخصب وفي النماء وفي المحافظة على نفسه. الكرباج ده هو خوف الله، الصوت الذي يسوق به العباد ايه، فيجعلهم كلهم واقفين على بابه. وقال أبو القاسم الحكيم الخوف على ضربين، رهبة وخشية، فصاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الرب. يبقى واحد صاحب الخشية يلجأ إلى الله، والتاني يهرب إلى الله. في فرق بين اللجوء والهرب، الهرب فيه المصارعة، واللجوء فيه الركون بس قد يكون بغير مصارعة، مش كده برضو؟ فيبقى الرهبة أشد، لأن الرهبة فيها هرب، فيها هلع، كأنه هربان من كل ما يبعده عن الله، في هلع شديد هاربا إلى الله، وتلاقي رهبة وهيبة. قال رحمه الله ورهب وهرب، قلب مكاني، يسموه قلب مكاني، هرب ورهب. يصح أن يقال أنهما واحد معنى، مثل جذب وجبذ، فإذا هربا جذب في مقتضى هواه كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم، فإذا كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرع فهو الخشية. في بعض الأنواع أحيانا من شدة هلعه ورهبته وهيبته من الله فينشغل بهربه عن المهروب إليه، ودي حتة دقيقة، يبقى ينشغل بهربه عن الهدف من الهرب،
زي ما كانوا بيتريقوا زمان، يلاقوا واحد بيسكر يقولوا له انت بتسكر ليه؟ يقول له عشان انسى. تنسى ايه؟ يقول له انا فاكر. يعني هو نسي حتى كان عايز ينسى ايه. كذلك هو الاول هرب الى الله، فجات له آفة فاستمر في الهرب ونسي ممن يهرب، فصار هاربا معتمدا على هربه لا ناظرا الى المهرب. ودي حتة دقيقة. فتبص تلاقي يصبح الهرب شهوة من شهواتك، تصبح العبادة نفسها شهوة من شهواتك. ودي حتة برضو تخلي العبادة تنقص وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسن. ودي معنى أن الإنسان باستمرار يبقى يراقب ربه ويراقب عمله ويزن عمله باستمرار ويوجهه باستمرار. أنت ما بتركب العربية بتوجهها وتسيب الدركسيون أو الجادون يعني أو الحلقة اللي بتوجه بيها بتاع، ما تقدرش تسيب، تفضل طول المنتبه. طب سيبها لحظة تعمل حادثة. كذلك نيتك ومراقبتك وانت في الطاعة، هتسيبها لحظة هتبص تلاقي الطاعة خربت بعدك، ولو لنفسك مش لحد تاني. ادي المعنى. فصاحب الرهبة يقول فإذا هربا جذب في مقتضى هواه، لأنه هواه انه يبعد عما يؤذيه، مش كده برضه؟ يبقى صار هربه لنفسه لجلب منفعة حاضرة لنفسه، فصار لهوى نفسه. فهمت المعنى الدقيق؟ وإن كان ده برضو كويس عند المعتاد، لكن احنا بنكلم على حال أهل الخصوص. كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم فإذا كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرع فهو الخشية. يجي العلم بقى يزبطه باستمرار. علشان كده احنا قلنا ان اول حاجة في الارادة، اي ارادة التوجه الى الله عبادة، انك تاخد قسط من العلم، لانه هو ده اللي حيقودك في ارادتك الى الله، يمنع انك انت تقع في مزالق كثيرة في الطريق اليه. واول حاجة في العلم هي علم العقائد، علشان تملي في احوال التجليات تيجي الشبهات متعلقة بالله في قلب ايه المتجلى عليه. فلو ما كانش عقيدته سليمة هيقول بالحلول وهيقول بالاتحاد وهيقول ببلاوي، زي ما نسب لبعض جهلة الصوفية أقوال بالحلول والاتحاد، لأنهم لم يأخذوا بقسط من العقائد قبل أن يتوجهوا في الإرادة إلى الله. بمحض الوهب من الله، بس اذا وهبه عرفه. يوم ربك سبحانه وتعالى لما يريد انه يجذب حد اليه يعرفه ويجذبه، فتبقى حكاية وهبية برضه. سمعت محمد ابن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول، سمعت ابا عثمان يقول، سمعت ابا حفص يقول، الخوف سراج القلب، يعني نور في القلب، به يبصر ما فيه من الخير والشر. طول ما انت خائف مراقب، طالما مراقب يبقى انت بتبحث في قلبك عن كل ما يحجبك عن ربك، فأي قذورات تشوفها ترميها، كل ده مضايقك، كل يبقى ده نور في القلب يضيء، فتقدر تبصر عيوب القلب فيها ايه. فالخوف اصلا ثمرته المراقبه، دوام المراقبه. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول، الخوف الا تعلل نفسك بعسى وسوف، لان احنا قلنا في التوبه برضو اللي طول الامل هو اللي بيمنع الناس من المصارعه في التوبه. طول الامل يمنع الناس من المصارعه في التوبه، يقول لك بعدين طب اما اخلص دراستي ابقى احسن علاقتي بربي، طب اما اتوظف احسن علاقتي بربي، طب اما اتجوز، طب اما اخلف، طب اما اربي العيال، طب اما اجوز العيال، طيب بعد بس ما اوضب البيت ده واوضبه وابقى اروح احج وابقى اوضب نفسي كل شويه، وهو مش عارف ان الاجل اسرع من ده كله. وعلشان كده احنا قلنا الصوفي ابن وقته، لانه هو
المستقبل لا يملكه ومش ضامنه، والماضي لا يستطيع انه يرجعه تاني، فما قداموش الا دي، عاضد في الوقت ده وبيستثمره احسن استثمار لانه ما يعرفش. وعشان كده سيدنا الامام الشافعي يقول: صاحبت الصوفية فعلمت منهم ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. عبادة الوقت، انت الوقت فاضي، فاضي الوقت، ربنا فرغك، قوم اعبده بقى، ما تقومش تنام، عندك نشاط وفاضي، فاذا فرغت فارغب، فاذا فرغت فانصب، والى ربك فارغ. ادي المعنى: هل تنتظرون الا موتا او مرضا او غنى او فقرا او هرما او الدجال او الساعة؟ منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ نيتك تتغير حتى. وعلشان كده ادي معنى ان الخوف، الخوف لما من الله، ما تعللش نفسك بعسى وسوف. انت شايف واحد داخل عليك بدبابة وعايز يضربك ومتوجه ليك، تقول له عسى ان يتوجه الى مكان اخر، ربما ان شاء الله يحط الحتة تانية، يا رب الدبابة ما تمشيش والبنزين يخلص، يا رب اللي بيسوقها نخلص منه، وقاعد كده والدبابة قاعدة بتقرب. ده اسمه كلام؟ ده عاقل؟ اللي قاعد ده يبقى عاقل؟ عسى وسوف. اهو انت بالظبط كده، الموت والاجل جاي مقرب زي الدبابة هيقبض روحك، وانت بتقول اما اخلص البيت ده، لما اصلح دي، لما اعمل دي، لما اشوف دي، ابقى اتوب وابقى اخاف وابقى اراقب. ده اسمه كلام؟ ده عاقل؟ وعلشان كده الانسان اول ما يشوف الخطر جاي قدامه دهمه بعينه بيقول عسى وسوف، ولا بيجري؟ ده ساعات يجري حافي، وساعات يخرج من غير بنطلون، يعني نسي يلبس هدومه من شدة فزعه. مش ساعة الزلزال ناس نزلت من الحمام من غير هدومها من الفزع، صح ولا لا؟ يبقى مفيش عسى وسوف بقى، يبقى الخايف ده مفيش عسى وسوف، طير طير الى ربك. شوف ربك يقول: وفروا الى الله، ففروا الى الله. وفي الدنيا قال: فامشوا في مناكبي. وفي صلاة الجمعة قال لك: فاسعوا الى ذكر الله. شوف حتى الالفاظ، فاسعوا، انما في الدنيا امشي، والى الله فر، وفي المغفرة وسارعوا الى مغفرة، وفي اعمال الدنيا وسابقوا. الله، يبقى افهم بقى، افهم بقى وما تقولش عسى وسوف، يعني اعقل بقى. هي دي المعنى. يبقى الخائف تعرفوا انه مسارع في الخيرات، يبقى ده خائف، انما قاعد بياخد نفس من الشيشة وقاعد بيكلم مش عارف ايه، والاذان ورا الاذان، وما بيصليش ولا بيطلع زكاة ولا بيذكر ربه الا قليل، ويقول لك: انا خاف من ربنا، انا ما خافش من حد الا من ربنا، او انطقي. ده باللسان، لو خايف من ربنا ما كانش يبقى حاله كده. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا القاسم الدمشقي يقول، سمعت أبا عمر الدمشقي يقول: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان. طبعا، أصل الشيطان ده ديته سهل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحرق قبيلة جن. إنما نفسك بين جبيك، كل ما تسكتها من هنا تطلع لك من هنا، تسكتها من هنا تطلع لك من هنا، تسكتها من هنا تطلع لك كده، شغلانة. نفسك دي تخاف منها أكثر من الشيطان. اقرا عليها سوره البقر برضه قاعده تزن. انما الشيطان، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجري خناس الا النفس. وعلشان كده يقول لك الخائف صحيح يخاف من نفسه اكتر من الشيطان، لان النفس اماره بالسوء، النفس نزاعه للهوى، النفس تطغي، تؤذي، تشغل، النفس لا تقبل منك الا انك تصير عبدا لها، تؤدي لها كل مصالحها وشهواتها ورغباتها، شغلك طول النهار والليل من اجلها. الوقت ينام، قوم كل، قوم اشبع، اتكلم، انتصر لنفسك، اقتل فلان، اتضايق من فلان، عاقب فلان، ازاي يقول لك كذا. نفسك كده، نفسك عايزك على طول كده، تفضل عبد ليها، فيبقى دي الخطوره منها اشد. عشان كده الخائف صحيح يخاف من نفسه اكتر مما يخاف من الشيطان، فساعتها يلجا الى الله بقى على نفسه، يلجا الى الله على نفسه، يقوم يبتدي يمشي بقى
بالشرع الشريف، يبتدي يقوم نفسه بالشرع الشريف، تلاقي العبادات الصعبة على النفس وأقرها الشرع الشريف يواظب عليها. إن كان هو عنده نهم للطعام يبقى يصوم يقلل نهمه للطعام، إن كان هو عنده رغبة زيادة في النساء يبقى يتزوج، يقوم يعف نفسه ويغض طرفه ما يتفرجش على مناظر خليعة، يقوم يبتدي يعالج نفسه. إذا كان هو عنده شهوة لجمع المال يفتح لنفسه باب الصدقات ويتصدق بالمال ويخرج، يقوم بالطريقة دي يخالف نفسه باستمرار، واخد بالك؟ يبقى باستمرار يبقى بيخالف نفسه، ساعتها يبقى بينتصر على نفسه. فإذا انتصر على نفسه تصير بعد كده حيوان مستأنس، تقول له حاي حا وشي شي ويس يس، إنما قبل كده كان حيوان وحشي عايز يأكلك وعايز يفترسك ومش عايز يبقى إلا هو اللي ركبك مش أنت اللي ركبه. هي دي المسألة. وقال ابن الجلاء: الخائف من تؤمنه المخوفات. الخائف صحيح هو اللي إيه؟ المخوفات تخليه آخذا بأسباب الأمان، هو ده الخائف. ربك سبحانه وتعالى يقولك في نار، في جنة، في عقاب، في الشجاع الأقرع، في قاهر فوق عباده شديد العقاب، يوم يبتدي يخاف يوم يلجأ لربه، يبقى ده أمنته المخوفات، يبقى ده الخائف. وقيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه. يبقى الخائف هو اللي ماشي في طريق الله، مش الخائف اللي هو قاعد يعيط. ما الممثل، الممثل بيبص تلاقيه يقتبس الدور وبتاع ويروح معيط لك عياط ويخلي كل الجمهور يقعدوا يعيط، وكله تمثيل في تمثيل. التمثيل ده سهل قوي، اسهل حاجه التمثيل، لكن المهم انك انت تاخذ باسباب بقى الحقيقه. انت خايف صحيح، طب امشي بقى مع الناس اللي ماشيين في الطريق الموصل الى الله اذا كنت انت خايف من الله. وقيل للفضيل: ما لنا لا نرى خائفا. بيسالوا الفضيل بن عياض بيقولوا له: احنا ليه مش شايفين حد خائف من الله كده؟ فقال: لو كنتم خائفين لرأيتم الخائفين، إن الخائف لا يراه إلا الخائفون، وإن الثكلة هي التي تحب أن ترى الثكلة. كلام واضح. أنت لما تخاف من الله فتفر إلى الطريق إلى الله، هتبص تلاقي وانت ماشي في الطريق إلى الله هيقابلك مين؟ الأولياء والصالحين والعلماء والطائعين، فهتشوف الخائفين. يبقى الخائف يشوف الخائفين، لكن اللي مش خايف وبيدعي الخوف يقول انا خايف بس قاعد على القهوة، قاعد في النادي، قاعد سايح في الارض كده كل يوم اين تذهب هذا المساء، في مسرح من المسارح، كل يوم في لهو من اللهو، يقول لك اصل انا مش شايف حد خايف من ربنا خالص. طب ما انت ما مشيتش في طريق الخائفين حتى ترى الخائفين. فهمت ازاي؟ زي اللي عايش طول النهار في وسط مرضى يقول لك انا ما شفتش ولا واحد سليم لانه ماشي في عنابر مرضى، بتتأول. طب اطلع بره المستشفى بقى كده هتلاقي الناس الاصحاء كلهم موجودين. وقال يحيى بن معاذ: مسكين ابن ادم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لدخل الجنه. والله فعلا، يعني لو سعى الانسان سعيه للجنه كسعيه للحصول على رزقه في الدنيا مخافه الفقر، لو خلى دي قددي بس بلاش تسبق لدخل كل الناس الجنة. لكن الناس بتعمل للدنيا اكتر ما بتعمل للجنة. وقال شاه الكرماني: علامة الخوف الحزن الدائم. الحزن الدائم اللي هو انه باستمرار مهموم بما بعد الموت، بما بعد الحياة، بفعل الله فيه في الحال، بقهر الله عليه في الحال، يبقى باستمرار عنده حذر. والحزن الدائم هنا بمعنى الحذر الدائم، أي المراقبة. شوف: أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني المراقبة. وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف من شيء هرب منه، ومن خاف من الله عز وجل هرب إليه. لأن الحقيقة أنت لما هتخاف من ربك، يعني هتخاف من ربك يعني تهرب من الحاجة اللي بتحول بينك وبين ربك، فاللي بيحول بينك وبين ربك هي نفسك، فهتهرب من نفسك لربك.
مش كده برضو؟ لان انت خايف من نفسك ان تحول بينك وبين ربك. ربك لطيف بيك، رحيم بيك، رؤوف بيك، خلقك من العدم ومن عليك بالامداد، ثم من عليك بالارشاد، ثم من عليك بتوالي النعم، ثم بارسال الرسل وبدوام العقل، وخلق لك ليل ونهار، واذا عصيته سترك، واذا بارزته بالمعاصي امدك، واذا استغفرته قبلك. رحيم، عايز بعد كده ايه؟ يبقى لما تعرف ان ربنا بالرحمه دي والحلاوه دي تقوم تحبه، تحبه وتخاف ان اي حاجه تحجبك عنه. فتخاف ايه اللي هيحجبك عنه؟ نفسك، تهرب من نفسك اليه. فهمت ازاي؟ وعشان كده الخوف من الله هو الهرب الى الله. فاين تذهبون؟ لو هربت مهما هربت في اي حته، فاينما تولوا فثم وجه الله، فلا مفر الا ان تهرب اليه، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. وسئل ذو النون المصري رحمه الله متى يتيسر على العبد سبيل الخوف، فقال اذا انزل نفسه منزله السقيم يحتمي من كل شيء مخافه طول السقام. اعتبر نفسك انك انت مريض، مريض بالبعد عن الله، مريض بالحجاب عن الله، مريض بالشهوات والمعاصي، مريض بالذنوب. فاذا كنت انت مريض وخايف يزداد مرضك، يبقى لابد انك انت تعالج المرض ده، تقوم تتجرع كل دواء مر من اجل جلب الصحة. احنا بيجيلنا المريض من دول عنده الام شديدة من شدة الالم، يقول لك يا دكتور افتح بطني، اعمل اللي تعمله، خلصني من اللي انا فيه. يبقى عايز حتى يسيح دم نفسه. بيجيلنا بعض المرضى يبقى عنده انسداد في شرايين رجليه ومتألم وعنده غرغرينة جافة بقاله شهور ما بينامش، يقول لك ابوس ايدك اقطع رجلي، اللي انت عايزه اقطع رجلي ولا اموت. ليه؟ عايز يفر من السقم اللي هو فيه، عايز يفر من الالم اللي هو فيه ولو يؤذي جسده في الظاهر. فهنا بيقول لك لو البني ادم الخائف يعتبر ان الحاجات اللي هي بتحول بينه وبين ربه كامراض بتؤثر في جسده، فيقوم يتجرع من اجلها الدواء المر من اجل جلب الصحه، لتجرع كل مر ويجده حلو من اجل الوصول الى الله ومن اجل الخلوص من ذل الحجاب. فكفى بمرض بالذنوب مرضا تحجب عن الله عز وجل. والمعاصي علاجها سهل، انت بتجيلي عندك زكام بكتب لك شويه روجيتا، بتروح تجيبها ب 100 جنيه و200 جنيه، ده زكام. امال لما يبقى مرض شديد شويه؟ لكن لما تجيلي مليان ذنوب اقول لك ايه؟ اقول لك قول استغفر الله ببلاش، دواء ناجع جميل بس مع كمال الندم والعزم على عدم العود، واخد بالك، والاقلاع في الحال عن الذنب، وتقول استغفر الله. دفعت حاجه؟ ما دفعتش حاجه، اتفتحت لك كل ابواب السماوات والارض، واذا جاءني يمشي جئته هروله. فيبقى المساله لكل داء دواء، وداء الحجاب بينك وبين ربك علاجه البعد عن الشهوات والمعاصي، يرق الحجاب فتنير البصائر فيتجلى الله في قلوب عباده. والله سبحانه وتعالى نور، والله سبحانه وتعالى طاهر مقدس، فلا يحل النور والتقديس والطهر في قلب مملوء بالنجاسات والقذورات. فلا بد انك تخلصه من النجاسات والقذورات، نجاسات الدنيا ودنس الدنيا والحرص والحسد والغل والطمع وعدم الرضا والتنافر والتباغض، كل الحاجات دي لازم تخلص منها عشان يقل حجابك، تقوم تعرف تخرج بقى من ذل نفسك الى عز ربك سبحانه وتعالى. فبيقول اذا انزل نفسه منزلة السقيم، شوف المريض يقول لك ده انا يعني اروح اخر الدنيا واطلب العلاج، يبيع ارضه ويروح يعمل ايه؟ زرع كبد في امريكا، يبيع مصنعه ويروح يعمل عملية قلب مش عارف في اخر الدنيا، كل ده من اجل ايه؟ يطلب الراحة، عايز الراحة. اذا انزل نفسه منزلة السقيم يحتمي من كل شيء مخافة طول السقام. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ان المؤمن لا يطمئن قلبه ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم وراءه. يعني المؤمن يفضل خائف 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 لحد حتى هو في قبره خائف،
حتى ساعة البعث والنشور خائف، حتى ما يقولوا له ادخل الجنة خائف، لأنه لسه قدامه مشوار للجنة، هيمشي على جسر جهنم الصراط، يفضل خائف لحد يا دوب ما يدخل لرجليه الاثنين، يقوم ربنا يمن عليه بقى ايه بالاطمئنان. فشوف بقى سيدنا معاذ بن جبل ما قالكش الخوف فترة دنياك بس، تتظل خائفا من ربك في كل لحظة. شوف انت الـ 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 الانبياء والرسل وللعزم الحضارات العظيمة بتاعتهم، يعني لما يوم القيامة ربنا تجلى بالغضب على العباد جميعا، وهم اهل الامن كله دول الانبياء، يقولوا ايه؟ نفسي نفسي، ان الله تجلى اليوم بغضب لم يغضبها قط، نفسي 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 نفسي، كل يقول نفسي نفسي، يعني حتى شافوا الغضب، يعني ربنا كشف لهم عن غضبه وهم اهل الامن والامان. يوم القيامه ما تفتكرش ان الخوف هينتهي حتى انك تخش قبرك، لا ده لسه، ده التقيل جاي ورا، ده ربنا ينجينا، ده احنا لولا ان ربنا بشرنا بالنبي وطمنا برسول الله كان قلبنا اتخلع من الخوف. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اللي هو رسول الله، قدم صدق، هو الوحيد اللي ربنا يحجبه عن مقام الخوف والفزع فيقول انا لها انا لها انا لها انا لها. وبعدين يقول ايه؟ اشفع تشفع وسل تعطى، يعني زي ما تقول، يبقى انت يعني يا بختنا بالنبي، زي ما العوام يقولوا كده، فعلا يا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بس المهم بقى ايه؟ انك انت تحب النبي، واللي بيحب النبي يمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه، يبقى هو ده الخائف بحق. وقال بشر الحافي الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متق. وممكن تقرأ ملك لا يسكن إلا في قلب منقى أو منق، يبقى ملك يعني وازع ملكي روحاني يدفعك إلى الطاعات، أو ملك يعني ملك لأنه فيه العز، فلا يسكن الملك إلا في مكان نقي رايق نظيف، واخد بالك؟ لأن بيك بهذا الخوف بتملك نفسك، فصرت ملكا على نفسك، صرت مالكا لنفسك، تنفع كده وتنفع كده. وقال أبو عثمان الحيري عيب الخائف في خوفه السكون إلى خوفه، لأنه أمر خفي. كل بقى عبادة والخوف عباده ليها برضو مرضها، زي ما العبادة ليها المرض السوسة اللي تنخر فيها وهو الإعجاب بها، العجب يوم يبوظها إنك تشوف نفسك، يا سلام مين صلى قدي ومين عبد قدي ومين النهاردة قال كلام زيي ومين اللي حفظ القرآن بإتقاني، تعجب بقى، ما تنظرش لفضل الله. هذه آفة العبادة الإعجاب، وآفة الخوف السكون إلى الخوف لأنه أمر خفي، يسكن إلى خوفه فيقول طالما أنا خفته يبقى خلاص فيأمن مكر الله، فيسكن إلى عمله. وقال الواسطي الخوف حجاب بين الله تعالى وبين العبد، يعني هو عايز اللفظ ده فيه إشكال، لأن إذا كان الخوف سائق إلى الله فإزاي يبقى حجاب؟ فيه إشكال، وهذا اللفظ فيه إشكال، ومعناه أن الخائف متطلع لوقت ثان وهو الوصول إلى الله، وأبناء الوقت اللي هم أهل الصوفية ما يتطلعوش لمستقبل، لا تطلع لهم في المستقبل وحسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الخائف عند المقربين عليه ألا يرى خوفه بل يرى فضل الله عليه، إنما العابد يرى خوفه فيرى عبادته، فيعتبر أن اللي بيرى عبادته شايف نفسه، واللي نسي عبادته شايف ربه، ففرق بين ده وده. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد النهواندي يقول سمعت ابن فاتك يقول سمعت النوري يقول الخائف يهرب من ربه إلى ربه، ده في تضمين يعني،
يهرب من ربه أي من معصية ربه إلى طاعة ربه، من غضب ربه إلى رضا ربه. يبقى في تضمين، معنى مضمن تفهمه أنت. وقال بعضهم علامة الخوف التحير والوقوف على باب الغيب. عارف أنت لما تيجي حاجة تخوف هنا تقوم تعمل إيه؟ تبص كده وكده بتشوف لك مهرب، يبقى بتمر مرحلة حيرة في الأول قبل ما تقرر هتجري في أي اتجاه. هو عايز يوصف هنا إن من علامة الخوف التحير، يبقى محتار يطيع ربه بأي طاعة أقرب إليه، فيقوم يعني إيه ياخد نصيبه من كل طاعة بقدر الطاقة، ياخد نصيبه من كل طاعة بقدر الطاقة، لأنه متحيرا ما يعرفش أي طاعة هي اللي فيها سبيل النجاة. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقت مما أمرتكم إيه ما استطعتم، وقال ولا تحقرن من المعروف شيئا. ما تعرفش رضا الله هيجي منين، تعمل أعمال كتيرة ويمكن ربنا يغفر لك علشان حطيت إيدك على دماغ يتيم مثلا وشفقت عليه في مرة من مرة، روح ربنا غفر لك عشان الحكاية البسيطة دي بس، وانت عامل حاجات تانية كتير باصص لها فاهم انها كتيرة، لكن هي اللي عند الله دي كتيرة. لا لا، ده اسمه مقام الإدلال. بيقول الخوف ممكن يوصله إلى أنه يتجرأ على الله، لو تجرأ على الله ما يبقاش من الأولياء أصلا. لكن في حاجة اسمها إيه، الخوف لو زاد بدون رجاء يودي إلى القنوط، يقنط ييأس، ييأس. الخوف لو زاد قوي ييأس، والرجاء لو زاد قوي يأمن مكر الله. فلازم يبقى مظبوط بين الخوف والرجاء، واخد بالك؟ لكن ايه بقى الحكاية، ان في بعض الناس تلاقي عندهم ساعات في تعامله مع الله في نوع من الجرأة، ده يسموه مقام ادلال عند بعض الاولياء بيصلوا اليه، والانبياء كانوا بيمروا بمثل هذه المراحل. ادلال يعني، يعني يبقى في بينه وبين ربه عشم. فهمت ازاي؟ يعني احنا بطرقة المصريين يقول لك بينه وبين ربه عشم، اللي هو الرسول بيقول لو اقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لأبر. سيدنا يوسف يقول لهم إيه، فاذهبوا بقميصي هذا فألقوه إلى وجه أبي، على وجه أبي يأتي إيه، قال إن شاء الله، ما قالش إن شاء الله، قال يأتي بصيرا، وربك سبحانه وتعالى ما كسرش كلامه برضو يأتي بصير، مقام إدلال. ها ما أيوة، بس ممكن كان يخلف الظن رب ويقول له قول ان شاء الله، ليه ما قلتش ان شاء الله، وقبل كده عملها سبحانه وتعالى مع بعض عباده الصالحين، صح؟ لكنه هنا مع سيدنا يوسف ما عملهالوش، ليه؟ لانه كان في مقام الادلال، فما كسرلوش كلمته. اذا اقسم على الله لا بره، زي ما حكيت لك انا حكايه الرجل الولي اللي كان ماشي في السوق، وبعدين لقى الست كده قاعده بتعيط ابنها تايه والسوق زحمه، صعبت عليه ست يعني بتعيط حياه رهيب مولوله على ابنها اللي تامن، راح واقف في الشمس وقلع العمه بتاعته وراح في رجله وقال والله يا ربي لا استظل ولا اضع قدمي حتى تاتي الي بابنه، وراح واقف بالمنظر ده حلف على رب. فبصوا لقوا الواد بيجري في وسط البتاع وجاء في حضنهم، ده مقام ادلال. اذا اقسم على الله لابره، دي مش معناه انه مش خائف من ربه، لا، ده معناه شده الوثوق بالله، شده الثقه بالله. فدي حاجه ودي حاجه. وقال بعضهم علامة الخوف التحير والوقوف على باب الغيب، منتظر بقى رضا ربه، لان انت رضا ربك غيب، ما يرضي ربك ده غيب، تفضل واقف على بابه كده تقول يا رب، تؤتي ما فعلت من جميع الطاعات وقلبك وجل خائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. يبقى باستمرار خائف كده. سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت علي بن إبراهيم العكبري يقول، سمعت الجنيد وقد سئل عن الخوف فقال هو توقع العقوبة مع مجاري الأنفاس، مع كل نفس يبقى خايف من عقوبة ربه في كل لحظة.
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الحسين بن أحمد الصفار يقول، سمعت محمد بن المسيب يقول، سمعت هاشم بن خالد يقول، سمعت أبا سليمان الداراني يقول ما فارق الخوف قلبا إلا خارب. يعني واحد يخاف من العذاب، واحد يخاف من العتاب، واحد يخاف من الحجاب، واحد يخاف من مفارقة الأحباب، أهو كله خايف، لكن درجات درجات يا سيدي. قايلها كده الشيخ زكريا الأنصاري، يقول لك فشتان بين من خاف من العذاب أو خاف من الحجاب أو خاف من العتاب أو خاف من مفارقة الأحباب. فيبقى الناس درجات والكل خائف. وسمعته يقول سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن يقول، سمعت أبا عثمان يقول صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. يبقى اللي بعيد عن آثام مقارفة المعاصي والملازم للطاعات هو ده صادق في خوفه، إنما التاني ما عنده الصدق في خوفه. وقال ذنون الناس على الطريق، أي الطريق الموصل إلى الله، ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق. وقال حاتم الأصم لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف، وعلامة الخوف قصر الأمل. على طول أصل أنت تصور هيقولوا لك أنت هتموت قبل ما يدن الظهر النهاردة، هتعمل إيه؟ هتموت قبل ما يدن الظهر، هتقوم بقى تتوضى بقى وتقعد تصلي لحد ما يدن الظهر بقى عشان يجي لك الموت وانت بتصلي، صح ولا لا؟ قصر الامل خلاص. هتقول طب اما اروح ابني العماره، طب اما اروح اصلح العربيه، طب اما اروح اخطب واتجوز، طب اما اروح مش يبقى ادي معنى ايه قصر الامل ان الواحد، وادي معنى صلي صلاه مودع، انك انت تستشعر ان الصلاه دي اخر صلاه هتصليها، بعد كده هتحرم من الصلاه. شوف بقى اتقنها بقى، اتقنها بقى لحسن تبقى دي اخر صلاة. ادي المعنى. وقال رجل لبشر الحافي اراك تخاف الموت؟ فقال القدوم على الله عز وجل شديد. في ناس يحب لقاء الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه. فقالوا يا رسول الله كلنا نخشى الموت، فمؤمن بقى يعني؟ شوف الصحابة كانوا علماء يعرفوا ازاي يسألوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك، ما كل الناس بتخاف من الموت لانه تغير، هتطرق على عالم انت غريب ما تعرفوش، عالم البرزخ ده ما تعرفش نظامه ايه، لسه تبقى خايف. لكن المسألة مش هنا، بيقول اذا الانسان قرب يموت وابتدت روحه خلاص هتطلع، بيكشف لي عن مقامه عند ربه. إن كان من أهل الرضا يقوم يقول للروح يلا اطلعي بقى، يقوم يحب لقاء الله، تنشط روح. يبقى ده اللي من أحب لقاء الله أحب لقاء الله في اللحظة دي. والتاني مسكين أول بقى إيه ما يغرغر وتبتدي روحه تطلع يلاقي المصايب اللي مستنية، يقوم تقوم روحه تهرب في كل حتة في جسمه، تبقى مش عايزة تخرج من اللي مستنيه، فده يخاف لقاء ربه. فهنا سيدنا بشر بيقول أراك، بيقولوا له أراك تخاف الموت، فقال القدوم على الله عز وجل شديد. لكن عند البشارة حاجة تانية. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول دخلت على الإمام أبي بكر بن فورك عائدا، فلما رآني دمعت عيناه فقلت له إن شاء الله تعالى يعافيك ويشفيك، فقال لي تراني أخاف من الموت، إنما أخاف مما وراء الموت. أخبرنا علي بن أحمد الأهوزي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثنا يحيى بن يمان عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن موهب عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال لا، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منهم. يبقى الخوف حال الطائع والرجاء حال العاصي. وعلشان كده بيقول ايه من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، بيقول كده في الحكم العطائية.
من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، لأن عند الزلل المفروض الرجاء يزيد في رحمة ربك، تقوم تستغفر له، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى رجاءه. طب والمؤمنين قلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم، يبقى في حال الإيمان والطاعة خائف، خائف ألا تقبل، وفي حال المعصية راجي أن تقبل، فيتفتح لك باب التوبة. ولو اختل الميزان عندك، كان رجاءك بيزيد عند الطاعة ويقل عند المعصية، تبقى معتمد على عملك مسكين، مش معتمد على فضل ربك، فلازم تبقى اعتمادك على فضل ربك. وقال ابن المبارك رحمه الله: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية. انك تراقب ربك في السر والعلانية، يفضل الخوف من الله باستمرار يقظ في القلب. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن الحسن يقول، سمعت أبا القاسم بن أبي موسى يقول، سمعت محمد بن أحمد قال، حدثنا علي الرازي قال، سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول ذلك، يعني بيقول الكلام اللي فات ده، جايب لك الإسناد يعني بعدين. وسمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. طبعا انت قدامك خزنة مليانة فلوس وفي أوضة لوحدك ومحتاج الفلوس دي، وعارف ان البوليس على الباب، هتاخدها؟ هتجري يا عم ولا لو فيها ايه؟ صح ولا لا؟ ليه؟ طالما الخوف موجود مفيش شهوة بقى، ما بقاش في شهوة بقى خلاص. انما تملي الشهوة تبقى موجودة لما يغيب الخوف، اول ما يغيب الخوف يلا يا عم اله بقى، ادي الماء. فبيقول اذا سكن الخوف القلب احرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. وقيل الخوف قوة العلم بمجاري الاحكام، كل ما تعرف ان ربك بالمرصاد، وان ربك قاهر فوق عبادي، وان ربك بعبادي محيط، وانه لا يخفى عليه خافية، وانه هو يمهل ولا يهمل، وانه هو منتقم جبار، وإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن ربنا تحداك وقال لك اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، يعني أعلى ما في خلقه اركبوه، اللي حيعمل حيجد ما يعمله ثمرة عمله. كل المعاني دي تخليك خايف في كل لحظة هيجرى لك إيه، في كل لحظة تبقى مراقب ربك في كل لحظة. العلم بمجاري الأحكام. وقيل الخوف حركة القلب من جلال الرب، أول ما جلال الرب كده يدخل في القلب تلاقي القلب تحرك إلى الله، تقول يا رب على طول، تتوجه إليه. وقال أبو سليمان الدراني: ينبغي للقلب ألا يكون الغالب عليه إلا الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب. الحقيقة إن الحكاية عايزة تفصيل، إن الإنسان حال معصيته يغلب الرجاء، وحال طاعتي يغلب الخوف، ولما يكون متزن لا خوف ولا رجاء، محض فضل بقى، يبقى محض فضل من الله عز وجل. ثم قال: يا أحمد، بالخوف ارتفعوا. الظاهر أحد تلمذته يعني كان رجاءه زيادة شوية، قاعد بقى بيلعب ويتنطط وما بيجتهدش في العبادة، ويقول يا بختنا بالنبي، فلقى يعني كده عنده رجاء زيادة، واخد بالك؟ فبيقول له: يا أحمد، بالخوف ارتفعوا فإن ضيعوه نزلوا. وقال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان على النفوس لئلا تخرج عن رعاناتها. كل ما النفس كده تديها صوت الخوف تقوم تبتدي تكل، تقوم تديها شوية رجاء. شوف انت الفرس تدي له شوية سكر وتدي له كرباج عشان يجري، وتجوعه شوية وتخليه له توري له السكر كده وهو جعان عشان يجري يعمل، وبعدين في الاخر تديله حتة سكر بس ما تشبعوش، بس لو شبعته هيتنام. هي النفس كده، يبقى زمامان بتسوق بيه نفسك، كل ما يغلب عليك القنوط اديها رجاء، افتكر رحمة ربك وانه لطيف بعباده، وانه خلاك مسلم من غير ما تسأله، وبعت لك النبي من غير ما تسأله، ونزل لك القرآن من غير ما تقول له يا رب،
وعمل لك كل الحاجات دي، زي كان احد المرضى عندي عيان ويائس كده من الدنيا وعنده مرض كده ملوش علاج، ولقيته راجل يائس من الدنيا اللي فيها مسكين. قلت له انت زعلان ليه؟ انت دلوقتي عندك كام سنه؟ قال لي 70. عيان بقى لك كام سنه؟ سنتين. قلت له انت عشت 68 سنه في عافيه، وال 68 سنه وانت في العافيه دي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك كليات الطب، وبيخلي اشطر ناس تخش كليات الطب وتذاكر، ويبقوا بيتسارعوا علشان يتعلموا كل ده، عشان لما تيجي تعي السنتين تلاقي ناس تعالجك. شفت قد ايه رحمته بيك؟ قاعد بيوضب لك الامور، وناس تفتح مصانع ادويه، وناس تعمل ابحاث، وناس تعمل مش عارف ايه، وتبني ايه، وكل ده وانت ما عملتش حاجه ولا دفعت لهم مليم. كل دول اتربى على حساب غيرك علشان بس لما تعي وتقول اي سنتين من 70 سنه تلاقي كل العالم دي حواليك بتخدمك. يبقى فين الرحمه؟ فين الياس بقى؟ تياس ليه من رحمه ربك؟ شوف كم واحد واقف معاك. كنا احنا واقفين ثلاثه، ثلاث اربع دكاتره واثنين حكيمات والمستشفى والانوار والدنيا مقلوبه. قلت له دفعت حاجه عشان تجيبنا يعني؟ كان في المجان. دفعت حاجه وجبت لنا يعني؟ ربيتنا يعني؟ جينا خدنا منك مصروف واحنا رايحين الكليه؟ الغلبانه الحكيمه دي جبت لها انت حاجه؟ حتى السندوتش تفطر بيه على الصبح؟ كل واقف جاي يخدمك اهو، مين اللي بعت لك ده كله؟ خلقهم لك يعني حواليك، ده يطبطب عليك كده، ربك رحمته واسعه. تيأس ليه بقى؟ يقوم يديله رجاء، ودي الحقيقه، ودي الحقيقه فعلا مش كده؟ وربنا مع الناس كلها كده. طب انت دلوقتي مش شبعان؟ هتجوع بعد 3 4 ساعات. كام فرن شغال بيخبز لك، وكام مش عارف يجيب اكل، وكام بيزرع لك، وكام عشان اما تجوع بعد 3 4 ساعات تلاقي حاجه جاهزه. لو كله كان مشغول الوقت كنت اما تجوع ما تلاقيش حاجه، صح ولا لا؟ رحمه. فتلاقي ربنا مسخر لك الاكوان كلها علشان تقعد القعده دي، ومسخر لك الاكوان كلها وقت ما تجوع عشان تلاقي اكل، ومسخر لك الاكوان كلها علشان وقت ما تيجي تنام يجي لك ليل الدنيا تهدى وتعرف تنام تغمض تستريح. حاجات رحمات كبيره. يبقى طالما انت اما تنظر لرحمات ربك العجيبه دي تقوم يزداد رجائك فيه. انت سالته الحاجات دي كلها؟ ده انت مش دريان بيها يا وانطجي، ده هو اداها لك وانت مش دريان بيها اصلا، فما بالك لو سالته؟ اذا كان اداك من غير ما تساله يبقى ما هتساله مش هيديك. كرمه اعلى من هذا سبحانه وتعالى. فلما تلاقي نفسك يئست علق قلبك بالامل والرجاء. فاذا نظرت لنفسك تيأس، واذا نظرت لربك ترجو، لان نفسك ضايعه لكن ربك سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل. وقال الواسطي، وقال الواسطي اذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضل لرجاء ولا لخوف. طبعا اذا تجلى الله سبحانه وتعالى ورضيت بجميع احكامه وعلمت ان كل ما في الاكوان ما هي الا مظاهر صفاته وافعاله وذاته، وان هو مراده في الاكوان، فتلاقي نفسك يصير العذاب عذبا ويصير النعيم نعمه، فيصير لانه هو مراد الرحمن، فلا تلاقيه ملهوف بحاجه ولا خايف من حاجه ولا عايز حاجه، زي الطفل اللي هو ايه في حضن امه وبيرضع. طالما في حضن امه يهمه يبقى قاعده في القطر ولا في السفينه ولا في البحر ولا في اوضه النوم ولا في السوق؟ هو طالما في حضن امه وبيرضع الدنيا وما فيها. فهمت ازاي؟ كذلك الانسان مع ربه، اما يعرف انه اينما حل في الاكوان فهو مع الله، وان ما في الاكوان الا مراد الله، وان مراد الله هو محض مرادك انت لعلمك بان الله سبحانه وتعالى لا يريد الا ما فيه الفضل لك والرحمه بك. قلبك في الشمس، في النور، في الضلمه، في المرض، في الفقر، في الغنى، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. عشان كده يقول لك اذا حل الله في القلب لا خوف بقى ولا فزع ولا رجاء ولا حاجه، خلاص. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ جاوب انت بقى اجابه واضحه. فالذي وجد الله وجد كل شيء، والذي فقد الله فقد كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا.
قال الأستاذ أبو القاسم: وهذا فيه إشكال، إزاي يعني ما يبقاش لا رجاء ولا خوف؟ سيدنا أبو القاسم أبو القاسم اللي هو القشيري، يعني عبد الكريم القشيري. ومعناه إذا استلمت شواهد الحق تعالى الأسرار ملكتها، يعني فنت النفوس، أصبح النفس لا مراد لها إلا مراد الله. ده يسموه الاستلام، مقام الاستلام أو السحق أو المحق أو الفناء، وفي بعض تفاصيل في الفرق بينها، لكن كلها حاجة متقاربة. إذا استلمت شواهد الحق تعالى الأسرار ملكتها، فلا يبقى فيها مساغ لذكر حدثان، والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام البشرية. أعراض قائمة بالنفس، الخوف والرجاء دي أعراض، والله سبحانه وتعالى إذا حل في القلب أي حكمه والرضا به وبقضائه وبالاعتقاد بأنه فعال لما يريد وأنه لطيف لعباده، لا يحل عرض في القلب بقى، لا هيبقى القلب عنده فزع ولا رغبة في شيء إلا مراد الله قبل أن يعلم مراده، كأنه سلم زمامه إلى ربه. أدي المعنى. وقال الحسين بن منصور: يبقى ده مقام يسموه مقام الجمع أو يسموه مقام الفناء، دي حاجة تانية. وقال الحسين بن منصور: من خاف من شيء سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة وحجبه بسبعين حجابا أيسرها الشك. وإن مما أوجب شدة خوفهم فكرهم في العواقب. تملي الواحد لما يفكر في عقبة الشيء يقوم يزداد خوفه، وخشية تغير أحوالهم ويخاف أن يسلب بعدما أعطي. قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله السلامة. فكم من مغبوط في أحواله انعكست عليه الحال ومني بمقارنة قبيح الأفعال فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة. فكم من مغبوط في أحواله، يعني ناس حاسدينه على حاله اللي هو فيه من الكمال، تنعكس عليه الأمور. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله ينشد كثيرا: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فالواحد ياخد باله باستمرار مع ربه، لأن ممكن ذنب من الذنوب يكون سبب في قطع الرزق، في تغير الحال، وقد يكون الرزق ده مال، وقد يكون الرزق ده طاعة، وقد يكون الرزق ده حال مع الله، وقد يكون الرزق ده علم، وقد يكون الرزق ده كشف. فممكن تبقى من الذنوب ذنوب تمنع الأرزاق دي بشؤمها. الشك انه يبتدي يشك في الحكمة وهو عدم الرضا، يبقى مش راضي بمقادير الله على نفسي ولا عبادي، يقول لك يدي الأقرع مش عارف ايه، ويدي للعمية نضارة، ويدي مش عارف الحلق للي بلا ودان، يعني قاعد معترض على قدر الله كأن ربنا بيدي بلا حكمة. قال شكه، شك في حكمة الله، في لطف الله بعباده، يعني يقول تخلتنا ليه يا رب، بس خلتنا عشان تعذبنا. في ناس بتقول كده، اهو ده شك، حجاب مش فاهم، لأنه لو فاهم كان يعرف ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لو فهم فيبقى محجوب مسكين. سمعت منصور بن خلف المغربي يقول: كان رجلان اصطحب في الإرادة برهة من الزمان، ثم إن أحدهما سافر وفارق صاحبه وأتى عليه مدة من الزمان ولم يسمع منه خبرا. يعني كانوا اتنين بدأوا في الطريق إلى الله والعبادة والاجتهاد فيها مع بعض صحاب،
فبين هذا وبعدين افترقوا بعد كده فترة من الزمان. فبين هذا الآخر كان في غزاة، الرجل بقى ده كان بيقاتل في غزوة من الغزوات عسكر الروم، إذ خرج الروم يعني الأوروبيين يعني، إذ خرج على المسلمين رجل مقنع في السلاح، يعني إيه عامل قناع مش باين وش، يطلب المبارزة من عسكر الكفار، فخرج إليه من أبطال المسلمين واحد فقتله الرومي، ثم خرج آخر فقتله، ثم ثالث فقتله، فخرج إليه هذا الصوفي، الرجل اللي كان صوفي ده خارج في الجهاد اهو، اللي بيشيع يقول لك الصوفية ما كانش بالجاهد، ناس كده ما تفهمش، ما قروش تاريخ ولا جغرافيا. فخرج إليه هذا الصوفي وتطارد، طلع له بقى الصوفي ده بقى ايه متوكل، التانيين ابطال بس مش مربيين نفسهم، فقتلهم داك منه منتصر على نفسه، اول ما طلع له بقى يهرب قدامه، شفت ده ايه بالهمة بقى. فخرج إليه هذا الصوفي وتطارد، فحسر الرومي عن وجهه، راح الرومي ايه لما لقى نفسه اتزنق زي ما تقول بقى ايه نفسه الكرش عايز ياخد نفسه، فراح شال بتاع ياخد نفسه، فاذا هو صاحبه الذي صاحبه في الاراده، طلع هو ده الراجل بتاع زمان اللي كان بيعبده مع بعض ربنا في اتاريه، كفر وارتد وبقى في معسكر الروم، فوجئ بالمنظر، والتاني لما شافه عرفه عشان كده شال وجهه عشان يعرفه انه صاحبه، فقال هذا له ايش الخبر، ايه اللي جرالك، ايش الخبر، فقال انه ارتد وخالط القوم وولد له اولاد واجتمع له مال، قال له انا رحت للروم وعشت معاهم وتدينت بدينهم واتجوزت منهم وبقى عندي عيال واولاد وتجارة ومال والدنيا بقى. فقال له كتير من المصريين والمسلمين من غير المصريين في اوروبا وامريكا ارتدوا، كثيرين من اجل الدنيا، يعني القصة دي موجودة وعايشينها كتير منهم الان كده. فقال له كنت تقرأ القرآن بقراءات كثيرة، ده انت كنت بتقرأ القرآن مش بقراءة واحدة، ده انت كنت علامة، ايه اللي جرالك؟ فقال لا اذكر منه حرفا، نسيت كل حاجة. فقال له هذا الصوفي لا تفعل وارجع، فقال لا افعل، هو بيقول له ارجع عن الاسلام تاني، فلي فيهم جاه ومال فانصرف أنت عني وإلا لأفعلن بك ما فعلت بأولئك، اللي هو قتلهم. فقال له الصوفي اعلم أنك قتلت ثلاثة من المسلمين وليس عليك أنفة في الانصراف، فانصرف أنت وأنا أمهلك. قال له انصرف أنت وأنا. فرجع الرجل موليا فتبعه هذا الصوفي وطعنه فقتله ومات مرتدا. فبعد تلك المجاهدات ومقاسات تلك الرياضات قتل على النصرانية، نسأل الله السلامة، لأن في من الناس من يعبد الله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا النار إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فينقلب فيبقى من أهل النار، والتاني يبقى من أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب اللي هو التوفيق، فتلاقيه يتوب ويدخل يبقى من أهل الجنة. نقف عند هذا لأن احنا تأخرنا، كان بودي أخلص باب الخوف ونكمله يوم السبت إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وذكر الغافلون. اللي ما خدوش الكتيب